رمشة عين، هذا الفريق قوي جدا، يعطيكم العافية، شكرا لتواجدكم معانا ضمن هذه الفعالية مهرجان سوق المرفأ. ترى هذه هذا التحدي لأول مرة ضمن فعاليات السيارات من تنظيم شركة بلاك بوكس من إدارة المستشار بطي بن عمير والفريق العمل. هذه أول مرة، وهذه الشباب ترى كلهم متطوعين، كلهم في إجازة ويوم قالوا خلاص البرنامج عندنا. رمش العين الأول بلاك مامبا 1 سكند بليس، ايفو دبي 3 بليس، المركز الأول في هذه التحدية، في هذا التحدي القوي. الآن المرحلة النهائية مع الكلاسيك من العين ياسر الكويتي يستعد لهذه المرحلة النهائية وهذا التحدي القوي. وين اللي راعي الإيفو؟